ما كنتش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا مباشرة من مدينة العرائش مع هذا الشاب هذا اللي للأسف الشديد 17 سنة هو خدام مع واحد السيد، 17 سنة هو كما كنقولوا متعاون معاه، ولكن للأسف الشديد ما عقلش عليه من بعد 17 سنة ديال التمارة، من بعد 17 سنة ديال التكرفيس، وفي الأخير من ابتدعه الحمد لله على حسب القول ديالو في الكواليس ان القضاء استجاب ليه وعطاه حقه، وللاسف الشديد ان المحامي اللي داروا او وكلوا عليه للاسف ما عقلش عليه وتقلب عليه، وان المحامي ما بغاش ينفذ له التنفيذ. نخليكم مع التفاصيل وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو المتابعين الاوفياء باش صوت هذا الشاب هذا يوصل للجهات المسؤوله، وما كيطلبوا له كيطلب غير بحقه. نخليكم ما نطولش عليكم وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة العمارة، وتحياتي لكم. تفضل. السلام عليكم، نبارك عواشركم. أنا خويا أخوتي خدام في واحد ستاسيون في العوامرة، خدمت معاه في مكناس تقريبا 17 سنة، خدمنا معاه، ضربنا معاه التمارة، ضربنا معاه أي حاجة. وهاد ولد البلاد هنا ولد العوامرة، وتمشي معاه حتى لمكناس نجي مع العوامرة. والمهم بغيت نعدل الوراق ديالي، كان مدينا الوراق الانسان تي وعاش شويه وكان صغار. المهم طالبنا بهذوك الحقوق ديالنا، جرى عليا يعني السيد. خدمتي معاه هنا في العمره وخدمتي معاه في مكناس، يعني هو عنده جوج ديال ستاسيونات. جوج ستاسيونات. المهم ما بغاش يدير معايا شي حاجه، طردني رجعت للقضاء. علاش جرى؟ علاش جرى عليك من الخدمه؟ ما بغاش يعمل لنا الحقوق ديالنا الوراق ديالنا. 17 سنه وانت كضرب معاه تمارا، 17 سنه وانت مكرفص معاه، 17 سنة وأنت سامح بوالديك وعائلتك في العوامرة، ومشيتي معها حتى مكناس على أساس لقمة العيش اللي هي ماشي سهلة، ولكن في الأخير جرى عليك. علاش جرى عليك؟ على حساب الأوراق، على حساب كان كنطالبوا أنك كانت إفريقيا كانت شدت ستاسيونات ديال المغرب كامل، وكانت تدير معاه واحد روميز، وعرفنا بأنه الا كان شي بروسونتاج ولا شي كادوات ولا شي حاجة ديال العام تياخذوها لنا البومبيس، حنا ما تعطيها لناش. المهم بقينا نعرفوا شنو خصنا شي حوايج ديالنا. المهم صافي قال لي الا بغيتي شي حاجه سير جري على راسك، سير دعيني. المهم دعيناه، عملت واحد المحامي، هذاك المحامي ربح لي الدعوه والقانون عطانا حقنا، والمحامي دابا بغى يبيعني انا مباشره، ما تيبغيش ينفذ لي، تيبقى يقول لي سير شوف شي حاجه تنفذي بها، تنوري له شي حاجه. وريت له البنكه، قلت له تيحط فلوس في البنكه، مشى المهم بنك الفلوس ما نعرف واش قالها له ولا. المهم حسيت بانه قالها له، ما بغاش ينفذ لي. المهم وريت له البومبا ديالو في مكناس اخرى شريها في مولاي دري الزرهون في اسمه، قال لي بعيده ما يمكنش انا نمشي ننفذ لك. قلت له انا اعطيني الانابه، اعمل الانابه وانا نديها للمحكمه باش تنفذ انت، باش تنفذ انا نجيب له الحق ديالو. قال لي لا، ما جيب السميه ديال المنفذ من مكناس، انا نمشي حتى لمكناس ونجيب له الاسم ديال المنفذ. ما بغاش واحد، بقينا تندويو عاوتاني، عندي الاوديوات ديالو، عندي كلشي مسجلهم له بهذا الشيء هذا. واش المحامي كيتماطل او كيما نسميو كيتهرب ولا ما بغاش نهائيا؟ شنو يقلب هو؟ مباشره قال لي ما نفذلكش انا مكناس، جاتني بعيده ما نفذلكش نهائيا انا. ولا واحد شويه عاوتاني قال لي لا شنو تعمل، انا عندي لك التنازل ديالي واعطيني المستحقات ديالي، اعطيني مليون فرنك ولا جوج ملايين، انت عندك 14 مليون فاش غاتهمك، اعطيني مليون وعندي هذا الشيء مسجل كامل. علاش هو ما يكملش الدواء وياخذ التعب ديالو؟ ودابا ما فهمتش انا هذا هو الشيء اللي تيخلي 3 الملايين وتقريبا 525% ديالو، وتيتبع مليون فرنك اللي غنعطيه له انا، وانا ما عنديش منين نجيب هذا المليون هذا. انا منين نجيب له هذا المليون هذا باش غنعطيه له باش يعطيني الملف. يلا بحال اللي تيقول لي صافي شو شنو ديري انت حار، ولا شو شنو ديري شي حاجه اللي ما تستقاش. وتقريبا عامين هو تيتماطل معايا دابا تقريبا، ولكن من هاد الايامات انا بقيت نمشي عنده دائما. عاد قال لي انا صافي انا نخرج الملف وانا نولي نعاوتاني حق ندير مواصلات تنفيذ، ومن هادشي هذا كامل ما عاد تلاها بيا وصافي، انا هادشي كله مسجل. جا مفوض قضائي هو؟ مفوض قضائي هو اللي عمل مفوض قضائي، انا ما شفتوش اخر شوف شفت مفوض قضائي. مشيت عنده للمحكمه قلت له شنو عملتي في هذاك الدوسي، قال لي صافي الملف انا رجعت للمحكمه. ما تعطيني لا نسخة الحكم، ما تيبغي يعطيني حتى شي حاجة هذا المحامي، تيقول لي ما كتصور بها هكا. يعني نسخة الحكم من حقك انت
ما تيبغيش نهائيا. انا عندي الا الملف من السيده الاولى اللي كتجبتها للمستاسيون، بقى عندي رقم الملف هو اللي باقي عندي، رقم الملف 2018 رمز 1501 رقم 110. النمر ديال الملف ضرب لي طريق، سميه ضرب لي طريق. دابا انت كتعامل، انت مش دابا انت خصك غير المحامي ينفذ باش تاخذ الرزيه. حنا عندنا ما ننفذوا ديال 17 سنه، كون ما كانش عندنا ما ننفذوا ما يمكنش. الارباح ديال البومبا ستاسيون هاي الافريقيه هنا في العوامل عندها الارباح ديالها، عندها بزاف. هذا المحامي هو ما تيبغيش يساعدك نهائيا في هذا الشيء. هذا راه المحامي خصو يقل، هو اللي خصو يساعدك. المحامي راه قدوه عنده، خصو هو الاوديوات هما عندي كاملين عندي ديالو، وما تيقول لي عطيني المستحقات ديالي انا ما نفذلكش. المهم ما تيبين لي حتى شي حاجه، انا اللي تيعطيني حتى شي حاجه. هذا الاوديو الاخر دابا ديالو ها هو، هذا سجلت له في هذا الصباح. أنا تندوي مع المحامي عاف هاد الصباح هذا. نشوف محامي انا ولا ننفذ راسي؟ نشوف انا كيفاش غننفذ هذا. عاوتاني هنايا هذا البارح تيعمل معايا تيقول لي انا في العلايش، انا سافرت تنولي نجي نصيبو جالس في العوامه تيتغدى، يعني كيتهرب مني. انا اليوم مسافر، انا اليوم ها هو هذا اجتهاد بابا لهنايا اخذ الحاز على الارباح ديالو، على الارباح ديالو. فين كاين الارباح؟ فين محطوطين؟ فهاد البومبا هادي صافي اللي فين كاين محطوطين ولا كاين الحاز عليهم؟ شي المازوط تتقلب اخذ ديالو الحاز، ولكن حنا غادي نمشيو مع السهله. واش ولا بلاتي نمشيو مع السهله؟ واش غادي نديرو الحاج تودك الملف ديالي كذا، قال لي ما صنعنا ما نفذوه ما كذا قلت له لا وكذا. وليت عيط له قال لي الملف ديالك انا حطيته في المحكمه تقريبا جاي دابا عام وصافي. والمحامي تيقول لي صافي انا غادي مزيان، احنا غادي مزيان. حتى مشيت سولت في المحكمه، انا قال لي دابا عندك محكوم نفذ خصو فين المحامي جاي مالو معاك، فهمتي؟ وهذا هو علاش انا دابا عاد فهمتي تايق فيه وهذا تيقول لي صافي راه شنو احنا غادي مزيان. وان. انا تعطيني انت غتعطيني الملف باش ندير السيد انا باش هو تيكاشي عليه وتيمشي معايا باش ما نتعطلش. هادي هي اللي كاينه. لا بلاتي باش ما نبقاش نرد عليك، انت ما غاديش تمشي وما غاديش تسمع. والله ما درتش لا هي بلاتي عملت شي شي مره خلي ندير التعب ودبر لك التنازل ومشي لك براسك معاه. هادي يا استاذ انا الله يسهل عليك.
والله لان ما ما كنحاول نقول لا هادشي انا كاع ما كندخل فيه كاع ونزيدك من عندي اقسم بالله تنزيدك من عندي ونطول عليكم شي اعطيني واحد من الجوج حدد شوف حدد انت استاذ انا شوف حدد انت راسك انا شوف ارضيك احدد راسك استاذ وانا ما غنحدد والو انا عندي 14 مليون اعطيني 10 مليون مباشرة أنت تسمع تسمع الأخوان أنت تسمع. أنا ما راجع كا. نبيك سنة سنة ميلاف ومشي كمل راسك. ولا ما أشبك عمر عشرة. أنا قبل محمد كل شيء تصنع أنت ما تسمع الدنيا صار اسمي تيجي في الشعب ديالنا. أنا تنطالب من أنا تنطالب هذا السيد هذا إما يخدم معايا ينفذ لي على السيد وياخذ المستحقات ديالو ولا نشوف شنو غيعمل انا مليون فرانك منين نجيبو له هذا السيد باش يعطيني هو التنازل كي غافاش غنعمل وانا الا كان شي واحد وبغى يدخل على هذا الملف هذا مثلا ويعطيه مليون هو مثلا على حساب الكلام اللي تيقول هو انتم تشوفوا اخوتي كيفاش شي واحد غيعطيه مليون هذا السيد هذا انت مليون ما عندك ما تجيبو منين نجيب انا مليون يلا انسان خدم تاطا وما شنو نقول هاد السيد هذا راه ما عرفش شنو تيبغي يقلبنا على شنو انت تشوفوا حنا باغيين نعيشوا باغيين باقا بلا جواز باغيين نديروا وليدات هاد السيد هذا تنتكلوا عليه غدا نتزوجوا هاد العام نتزوجوا انت شوف شنو تيدير معايا من 2018 دابا في الاخر قال لك لا انا ما ننفذلكش نهائيا نشوف شنو غادي ولا اعطيني مليون ولا شوف شنو تما تسمعوني يا اخوان كاينه واحد الاوديو اخر خصني نزيدو المستمعين يسمعوا عاوتاني شوف عاوتاني شنو تيدير معايا هنايا بانه عاد خرج الملف و تيقول هو يخلص الصندوق وكدا وغينفذ لي اعطيني اتساع في الاول هذا منين جيت عنده هذا طلبت له النمرة ديال العون القضائي اللي عطاني سمع الجواب اللي غيجاوبني به هذا هو اللي يعملو تيقول لي سيش كيبيا سيش كيبيا هي انت انت هي الرساله ديالك الاخيره والرساله الاخيره ديالي نطلبوا من النقيب المحامي الدخال مساعدة وكيل الملك يشوفوا لنا هذا الشيء هذا الله يرحمكم الوالدين وما هذا الشيء راه ضيعني بزاف راه ما خلانيش نهائيا نفكر في شي حاجه ولا غالعب لي في العقل ديالي تيصيفط لي المكناس تيصيفط لي اي بلاصه المهم راه انسان راه قاضي يدير شي حاجه ولكن حنا راه حنا باغيين نعيشوا الله يرحمكم الوالدين مبروك عواشركم وسمحوا لنا كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجها انهم يبارطاجيو هذا البث المباشر باش الصوت ديال السيد هذا يوصل للجهات المسؤوله هو ما كيطالب غير كيطالب والو كيطالب غير بحقه 17 سنه اللي ضاع فيها عطاها له القانون ولكن للاسف الشديد على حسب القول ديالو ان المحامي كيف ما طلب ما بغاش ينفذ وهذا نداء كنوجهوه للجهات المسؤوله باش تدخل في القضيه هذه تحياتي لك